يقول: الذي يرتكب المعاصي ولما مرض مرضا خطيرا تاب من تلك المعاصي. نعم. من كان يرتكب المعاصي، نعم، ولما مرض مرضا شديدا خطيرا تاب من تلك المعاصي وعاد إلى ربه، هل يدخل في قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن؟ هذا ما حضره الموت، تقول إنه مريض وتاب إلى الله. من تاب إلى الله قبل أن يحضره الموت تاب الله عليه، سواء كان مريضا أو صحيحا. إنما إذا نزل به الموت، بلغت الروح الغرغرة، وصلت روحه إلى حلقه، هذا لا تقبل توبته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم.